سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. مساء الخير مساء الخير. مدينة سطيف مدينة جميلة وجمهورها أجمل أجمل. إذن أحبائي، عمو يزيد جد سعيد بتواجده هنا معكم في هذه المدينة الجميلة. أحبائي طولت عليكم، على بالي بلي طولت باش جيت لعندكم، ولكن معليش المليح يطول. عمو يزيد كان دائما دائما حاب يجي لمدينة سطيف، واليوم بفضل مديرية الشباب والرياضة رانا هنا اليوم تحت إشراف السيد الوالي، وهذا الحفل برعاية مجمع الشروق، شركة رامي وشركة شيبس مهبول. كليتوا شيبس مهبول؟ على بالكم بلي شيبس مهبول عمو يزيد راهو يوزع لأول مرة، لأول مرة اليوم في مدينة سطيف، أول مرة. شكرا شكرا شكرا. إذن أحبائي، عمو يزيد ومديرية الشباب والرياضة حبوا يديروا لكم هذا الحفل بهذه المناسبة السعيدة اللي هي عيد الطفولة. أحبائي، عيد الطفولة هو أول جوان. شكون يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي لحقوق الطفل؟ اليوم العالمي لحقوق الطفل. واسمك وليدي؟ واسمك وسيم. وسيم شحال في عمرك وسيم؟ عشرة. عشر ايام؟ اه عشر سنين. عشر سنين، عم بالي عشر شهور. الله يبارك. وقتاش اليوم العالمي لحقوق الطفل؟ واحد جوان. لا لا، هذاك عيد الطفولة، ولكن اليوم العالمي اللي الأمم المتحدة تبنت فيه ميثاق حقوق الطفل. يا أحبائي الأطفال، شوف شوف الشباب اللي موراه. معلش محاولة أخرى. واسمك وليدي؟ حبيب أموش. حبيب شحال في عمرك حبيب؟ 11 سنة. الله يبارك الله يبارك. عقب السيسيام هذا العام خدمت مليح. الله يبارك بالتوفيق، والتوفيق والنجاح لكاع أولادنا اللي جوزوا الامتحانات. إذن وليدي، وقتاش اليوم العالمي لحقوق الطفل؟ 20 نوفمبر. برافو برافو. تعال 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 تعال، جيبوه 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 جيبوه. تعال تعال، شاطر، باين باين شاطر. أحبائي في 20 نوفمبر
الأمم المتحدة تبنات ميثاق حقوق الطفل اللي مضاتو معظم الدول منها الجزائر، منها الجزائر. إذن حبيب تعالى تعالى، شحال جبت المعدل في الثلاثي اللي فات؟ شحال جبت المعدل؟ فاصلة ثاني؟ إيه 58. 58، الله يبارك، تفق عليه تفق عليه تفق عليه. إذن أعطيني الهدية تاعو، أعطيني الهدية تاعو. إذن حبيب رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفاد بها، باين بلي شاطر، بالتوفيق وليدي. إن شاء الله. إن شاء الله، العفو العفو. تفضل 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 تفضل. تعرفوا الأغنية تاع ويلتي يا ويلتي؟ تاع الواجبات. شكون اللي يعرفها؟ أعطي لها الميكرو. أعطي العروسة هذه تغني لنا. واسمك بنتي؟ إريان. حافظة الأغنية؟ غني معايا. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. تغنوا كامل معايا، شاطرة بنتي شاطرة، الله تصفيق عليها تصفيق عليها، الله يبارك. إذن ويلتي لم أقم بواجبي. بأشد العقاب. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، تعاقبني معلمتي بأشد العقاب. قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. نسيت فروض الغداء وصرت الآن في مأزق. ضيعت وقتي سودا في اللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغداء وصرت الآن في مأزق. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. شكرا 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 شكرا.
أحبائي لازم عليكم تعملوا بالمقطع الأخير فقط من اليوم فصاعدا سأهتم. شكون اللي يعرفها؟ من اليوم فصاعدا. أعطي الميكرو للشاطرة هذه، تعالي تعالي. واسمك؟ سارة. سارة الله يبارك. غني تشوف. من اليوم فصاعدا أهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أبي وأمي. برافو برافو برافو. إذن غنوا كاع معايا. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. برافو برافو برافو. أحبائي، ما هي أجمل هدية اللي تقدر تقدمها لوالديك؟ أجمل هدية، أجمل هدية. شفنا الشابة هذه، واسمك بنتي؟ ندى. ندى الله يبارك. وش هي أجمل هدية تقدميها لوالديك؟ حب لي. ماذا؟ الحب. دراسة. ها؟ دراسة. ولكن كيف الدراسة؟ كيف؟ بالاجتهاد. الاجتهاد قريب. شوف شطرة هذه، شوف شطرة هذه. واسمك بنتي؟ إكرام. الله يبارك. وش هو؟ أجمل هدية أقدمها لوالدي هي الدراسة والاجتهاد في والاجتهاد والعمل على الاجتهاد في الدراسة. لا 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 لا، نفهمكم حاجة. الدراسة والاجتهاد ماهيش هدية، هذه لازم عليكم. ولكن كاين حاجة كي توصلوا لها والديكم يفرحوا. وش هي؟ شوف الشاطر هذا لو قعد لهيك. واسمك ولدي؟ عبد الله محمد الحبيب. اسمك طويل. عبد الله محمد الحبيب، كيفاش نعيطوا لك حنا؟ محمد. محمد، الله يبارك الله يبارك، خير الاسامي. قل لي وليدي، وش هي اجمل هديه؟ النجاح. النجاح. والدراسه والاجتهاد وكذا، والديكم يحبوا النجاح، يحبوكم تنجحوا يا احبائي الاطفال. يا اخي الوالدين الاولياء اللي راو معايا فديدو، الاولياء اولياء، فوالا والديكم يحبوا النجاح. بعد شوية راح ندير لكم هدية على النجاح، ولكن قبل هذا عندي لغز. ما هو الشيء الذي لما يمشي ينزع القبعة ولما يقف يلبسها؟ ما هو الشيء الذي ينزع قبعته إذا مشى ويلبسها حين يتوقف؟ شكون اللي يعرف؟ شكون 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 شكون؟ شوف الشاطر هذاك. واسمك ولدي؟ واسمك؟ عبد الجليل. عبد الجليل، الله يبارك عبد الجليل. واش هو؟ سلحفات. سلحفات. تفكير سليم. شوف شوف الشاطر هذا. واسمك؟ محمد. محمد، واش هو الجواب؟ قنفذ. واش هو؟ قنفذ. القنفذ. لا لا، ما هو الشيء الذي إذا لما يمشي ينزع القبعة ولما يقف يلبسها؟ شوف الشطرة هذه، هذه هذه هذه، فوالا. واسمك بنتي؟ نور الهدى. واسمك؟ نور الهدى. نور الهدى. واش هو؟ حلزون. لا 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 لا، ليس الحلزون، ليس الحلزون. شوف الشطر هذا. واسمك؟ واسمك؟ زكريا. زكريا. وش هو؟ قلم. القلم. برافو. تعال 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 تعال، هو القلم يا احبائي. تعال. واسمك وليدي؟ زكريا. زكريا، شحال في عمرك زكريا؟ ستة. ست ايام؟ ست سنين. ست سنين، الله يبارك. اعطيني الهديه تاعو، اعطيني الهديه تاعو. إذن القلم، تعال. إذن زكريا، شيبس مهبول. سنة دقيقة وراه رايح، ديت الهدية رايح، خلاص ما تهضرش مع مو يزيد، تهضر معايا شوية. نهدى. هيا داكور، السنة بصح. البراءة هدية، ادى الهدية يقلع. الله يبارك، ربي يسون. إذن أحبائي، زكريا شيبس مهبول راعي هذا الحفل يهديك
هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها. درك تقدر تروح وتقدر تقعد معنا لحبيت، خلوه يقعد معنا، ديروا له مكان هنا، اقعد معنا، يلا هاي حنا الشاطرين يقعدوا معنا، يلا ديروا له بلاصة. علاش عمو يزيد لكم هذا اللغز تاع القلم؟ لأنه درت لكم أغنية نقول فيها قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. تغنوا كامل معايا، قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم. إذن قلمي 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 صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. به أرسم وبه أكتب ما يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. به أرسم وبه أكتب لا يجول في خاطري، أحمله أينما أذهب يصحبني في مشواري. قلبي قلبي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلبي. قلبي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. كل علم دونه وروى تاريخ الأزمان، فالقلم دوما يحفظه حتى لا يمحيه النسيان. بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله، سخره الرب المنان له في الدين والدنيا مكان. قلمي آية من القرآن وهو أول خلق الله، سخره الرب المنان له في الدين والدنيا مكان. بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم، فالعلم رهين بك قلمي. شكرا شكرا شكرا. إذن قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم، وإن شاء الله تاني ربي ينجح لي راح نمتحنوا في البكالوريا. عمو يزيد راح يفول لكم يغني لكم أغنية درتها بمناسبة النجاح، نقول فيها مبروك النجاح عليكم.
بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال سهرت ليالي طوال وفقكم ربي ونجحت يا اللي يتعب فينا مبروك النجاح عليكم واه واه يا شاطرين واه واه يا شاطرين ورفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين راهم بيكم فرحانين مبروك النجاح عليكم واه واه يا شاطرين واه واه يا شاطرين ورفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين فرحانين أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال سهرت ليالي طوال وفقكم ربي ونجحت يا كلي يتعب فينا أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال وسهرت ليالي طوال وفقكم ربي ونجحت يا كلي يتعب فينا هكذا تولي عندك ديما تبني مستقبل حياتك تبني مستقبل حياتك ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخارة بلادك وتكون مفخارة بلادك هكذا تولي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك تبني مستقبل حياتك ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخارة بلادك وتكون مفخارة بلادك أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال سهرت ليالي طوال وفقكم ربي ونجحت يا كلي يتعب فينا أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال وسهرت ليالي طوال وفقكم ربي ونجحت يا كلي يتعب فينا نجحكم هو الأساس لعبوا بالشهادة أخرى لعبوا بالشهادة أخرى باكالوريا وزد لي صاص وإن شاء الله تاني دكتورة وإن شاء الله تاني دكتورة نجحكم هو الأساس لعبوا بالشهادة أخرى لعبوا بالشهادة أخرى باكالوريا وزد لي صاص وإن شاء الله تاني دكتورة وإن شاء الله تاني دكتورة أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال سهرت ليالي طوال وفقكم ربي ونجحت يا كلي يتعب فينا أبذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال وسهرت ليالي طوال وفقكم ربي ونجحت يا كلي يتعب فينا يا كلي يتعب فينا أعطونا الأولويل ينسى على أولادنا ربي ينجحهم أعطونا صغاريت ينسى بالنجاح والتوفيق إن شاء الله لأولادنا كامل ربي ينجحهم في الامتحانات اللي امتحنوا واللي مازال ما امتحنوش بالتوفيق إن شاء الله أحبائي كاين أغنية نقول فيها أغنية العطلة يلا تغنوا كامل معايا بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة يلا بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة وها نحن اليوم في عطلة جاءت العطلة جاءت العطلة فبها نحن مسرورين جاءت العطلة وكم بنجاحنا فرحانين بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة نلعب
نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة، نمضي أوقات سعيدة. جاءت العمر جاءت العمر فبها نحن مسرورين، جاءت العمر جاءت العمر وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا ونحن اليوم في عمر. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا اللعبة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا اللعبة، لا أمضيه لهوا اللعبة. جاءت العمر جاءت العمر فبها نحن مسرورين، جاءت العمر جاءت العمر وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. شكرا شكرا شكرا. وش راك أيوب؟ لباس لباس خير. عجبتك الحفلة؟ نعم. تحب عمو يزيد؟ نعم. عمو يزيد يحبك تاني. على بالكم معلش أني نهضر مع صفوان وأيوب، كاين أغنية دارها عمو يزيد نقول فيها ساعدني ساعدني محتاج لك. يا أحبائي الأطفال والأولياء، المساعدة مش شرط أنها تكون مالية ولا مادية. الخير كاين بزاف الطرق تاع الخير، وأول شيء هو الابتسامة. يا اخي واش ام افتخار وتنزي وبوبا وجداتي. الله يبارك الله يبارك. ام هنا كامل. الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك. ربي يسون ان شاء الله. ابقوا معايا راح نغني الاغنيه تاع ساعدني، تغنوا كامل معايا ساعدني ساعدني محتاج لك، انقذني واعني كن جنبي وانا جنب لك. يلا معايا كامل ساعدني. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك
لأرجاء السوق. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. ساعدني ساعدني ساعدني، محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. إنني معاق قاطيع سيري، كن لي معينا كم تلقى من خيري. إنني معاق قاطيع سيري، كن لي معينا كم تلقى من خيري. ساعدني ساعدني ساعدني، محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. شكرا شكرا شكرا. إذن أحبائي، ساعدني ساعدني، محتاج لك، أنقذني وأعني، كن جنبي وأنا جنب لك. إذن صفوان أيوب، ربي يحفظهم إن شاء الله، ربي يحفظهم. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. شكرا 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 شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، صباح فطوركم. بمناسبة عيد الطفولة نشكر ولاية سطيف على هذا الحفل البهيج الذي كان من تقديم عمو يزيد، لاني نشكره كثيرا. نشكر عمو يزيد على هذه الزيارة الذي أهداها لنا. نشكركم على هذه المبادرة والذي حضرتموها في سطيف لولاية سطيف، واتمنى أن تزورونا مرة أخرى. صباح فطوركم. السلام عليكم. أول شيء نشكر عمو يزيد ومجمع الشروق وشركة رامي وشركة شيبس مهبول على إقامهم وإحيائهم هذه الحفلة اللي زادت فرح الأطفال في شهر رمضان الكريم، ورمضان كريم لكل الأمة الإسلامية. نشكر عمو يزيد ونتمنى له النجاح بزاف بزاف، وصحة فطوركم. نشكر عمو يزيد إقامة هذا الحفل ونتمنى له أي منتهي. مساء الخير عليكم، صحة رمضانكم ويعطيكم الصحة ويعطي الصحة عمو يزيد والطاقم تاعو كامل. وصافي بليزير فرحتونا دراري في لو 1 جوان دايا عيد الطفولة. ميرسي بوكو، صحة عيدكم وصحة سحوركم. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.